أهلا وسهلا ومرحبا فيكم بحلقة جديدة رح نحكي فيها عن أحلامنا، أفكارنا وتطلعاتنا. أعزائي المشاهدين، حلقتنا الأخيرة صارت جاهزة لحتى تبلش، ولكن من بعد هذا الفاصل. 2021 خلصت، إن شاء الله تكون خلصت مع آلامنا، خلصت مع مشاكلنا، إن شاء الله نكون خلصنا من كل الأيام السيئة اللي مرقت علينا. بصراحة اليوم يعني ما بدي اطرح مشاكل، غير انه بدي احكي لك شغلة بسيطة واللي هي قصة القواص اللي راح تصير هلأ بعد كم ساعة. يا جماعة الخير اللي عم تحضروني، اللي عم تجهزوا الذخيرة لحتى تعبروا عن فرحكم بحلول السنة الجديدة، فكروا لو سمحتوا بانه فرحكم بالسنة الجديدة ممكن يكون حزن لناس، ممكن تخسر أولادها، وراح يبقى هذا الحزن لآخر العمر كرمال لحظة فرح بدكم تعيشوها. وإذا حاسين انه عندكم هيك فرصة فرح، ففكروا كيف تستغلوا هاي الفرصة لحتى تنجزوا شغلات مهمة، او انه تخلوا حدا يبتسم معكم، يعني بما انه فرحانين وفرحانين. اما هلا بدي احكي لكم عن شيء مهم نحكي، يعني يمكن تقولوا انه هذا بني ادم صار له 130 يوم 130 حلقة عم يطلع بيحكي وبينتقد، فليش عم ينتقد؟ يعني في عنده مشاكل مع الجهات الرسمية حتى هيك عم يحكي؟ انا بكون عندي مشاكل مع الجهات الرسمية لما ما بحكي، لأنه أي حدا فينا لما بيحكي عن تقصير أو بيحكي عن مشاكل بالبلد اللي عايش فيها، فأكيد ما بيكون عم يحكي من باب الشماتة والكره، إلا إذا كان هو عم يتمسخر بس كرمال الحكي والمسخرة. أنا طلعت وحكيت بلسان ناس بيستاهلوا يعيشوا عيشة أفضل، حكيت كرمال بلد منحبه يمكن يكون أفضل بيوم من الأيام، وحتى يمكن لأنه منتمنى أنه هذا البلد يكون أحسن وما يكون في حدا أفضل منه ولا بلد من بلاد العالم، ما محبتنا للكل، وهالشي من باب الغيرة والمحبة. 130 حلقة طلعنا وحكينا فيهم عن مشاكلنا وأحلامنا، ونتمنى أنه يكون في حدا من المعنيين شافنا وسمع شو بدنا، ولأنه نحن كإعلاميين مطلوب مننا أنه نطلع ونحكي، فعملنا هذا الشيء وطلعنا وحكينا وما خفنا من شيء، لأنه نحن عم نحكي من باب حق مو أكتر. كانوا يقولوا لي أنه أنت عم تطلع كل يوم وهالشي يعني متعب إلك، يعني من وين بدك تجيب أفكار؟ من وين بدك تلاقي مواضيع تحكي عنها؟ فقلت انه 130 حلقة قليلة لحتى نحكي فيها عن ناس تعبانة، ناس كانوا عم يعيشوا بأسوأ الظروف. لازم نقول شغلة كمان مهمة، انه هدول الناس اللي عم نحكي عنهم هن فعلا اللي صمدوا وبيستاهلوا انه نحكي عنهم، لانهم كانوا هن الصامدين حقيقيين، وما كان ابن المسؤول الفلاني او المدير العلاني هو الصامد. الصامد هو الشاب اللي كان عايش وعم يشوف كيف الشباب التانيين عم يعيشوا عيشة بيحلم بربعة. اللي صمد هي البنت اللي بتتمنى تقدر تتزوج الشاب اللي بتحبه ولو حتى ببيت قش، بس الظروف ما كانت عم تساعد. اللي صمد هو الأب اللي كان عم يموت ألف موت لأنه شايف ابنه الصغير مشتهي اللعبة اللي حقها قدر راتبه ومرة ومو قادر يجيب له إياها. اللي صمد هي الأم اللي قدرت تدير بيتها وتقتصد الأمور قدر الإمكان كرمال يمرق الشهر بأقل التكاليف. بيعز علي ودعكم من الغرفة السرية اللي قضينا فيها 130 يوم، بس إن شاء الله بلاقيكم بمشاريع تانية قريبة منكم. أما هلأ فما بقي غير أني عايدكم، عايد كل شخص شريف عم يشتغل كرمال هذا البلد، عايد بلدنا، عايد القيادة لشباب جيشنا اللي تعبوا وصولا لأصغر موظف عم يشتغل من قلبه لأنه فقط بيحب البلد. بدي عايد كل حدا شاف هذا البرنامج ودعمه بكلمة أو انتقده ما عجبه. بدي عايد أهلي وكل أهليكم، وإنهي معكم بهذا الفيديو لأبرز لحظات الضحك اللي عشناها ب 130 حلقة من الغرفة السرية. حاضر نعيدها. ايه راح يعبي بنزين خلص طلع عنه. سيرجيو وصل لمرحلة إنه ما عاد يعرف هو شو منزلته ولا مين بده يتحمل مصاريف منزلته ولا. عزيزي وعزيزتي المشاهدة، باي باي. للمرة الأخيرة بدي إلكن على أمل إني لاقيكن قريبا إن شاء الله. بدي أتمنى لكن أيام تكون حلوة، أيام بتلبق لكم، وإن شاء الله أنا كمان بلاقيكم بمكان جديد وبحديث جديد يكون بليق بثقافتكم. أما هلأ عزيزي وعزيزتي المشاهدة، أنا بعز علي كتير أني ودعكم هي يعني لآخر مرة، ولكن يعني استروا ما شفتوا منا. عزيزي المشاهد وعزيزتي المشاهدة، فضلتوا علينا، استروا ما شفتوا منا للمرة الأخيرة. الله معكم.